السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله طيب، الحمد لله. والله إني أحبك في الله. محبك الله الذي أحببتنا له، بارك الله فيك يا دكتور عم. تفضل. لو سمحت يا شيخ، الحمد لله، يعني الحمد لله أظن نفسي على منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، ولكن عندي بس صفة التردد. يعني أرى أن الحديث إنما أراد رسول الله أن يبين لنا أن الله يكره مساءة العبد المؤمن. فبعض الناس تقول لي لا، هذا ارتجاع وهذا ضلال وهذا، فما رأي حضرتك؟ أن الله إيه؟ في حديث صفة التردد يا مولانا. وأنت تعرف أن هذا الحديث هو في صحيح البخاري، لكن بعض العلماء أو في سنده راوي يقال له خالد ابن مخلد القطواني، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد ابن مخلد. لكن على أي حال، نثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق له، من غير أن نمثله، أن نمثل أو نشبه الله بعباده. بارك الله فيك. طيب يا مولانا، بس اخيرا عشان اعرف وقت حضرتك، هل ان الانسان يعتقد انما اريد بهذا الحديث ان يبين رسول الله ان الله يكره مساءة العبد المؤمن فقط بدون اثبات صفات التردد، هل هذا من الضلال او الابتجاع؟ لا، انا قلت لك الامر الاول، اذا ناقشنا الحديث على ثبوت، على فرض ثبوت صحته، والمصححون يقولون في البخاري، والذهبي يقول لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. فعلى أي حال، نحن في مثل هذه الأحوال مع قول رسولنا الثابت عنه: نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، من غير ما تمثيل ومن غير ما تشبيه. والله أعلم، اختصارا. جزاك الله خير. وياك حبيبي.